الذكرى 38، فعلى اتفاق مجلس المشاركة نحن سنستمر في مناقشة تعاوننا الثنائي وأيضا القضايا المرتبطة المتعلقة المتعلقة بالإقليم وعلى فوقهم الوضع في غزة، وناقشنا ذلك في استشارتنا وركزنا على وإذا ركزنا على العلاقات الثنائية، هناك إرادة ثنائية لدعم أو لتعزيز التعاون ولبدء علاقات من شأنها تدعم استقلالنا، ونحن نقدر بشدة الدعم الذي تعطوه لنا، وسنستمر في العمل على ستة قواعد التي تؤكد أو تنشئ التعاون بأكملها من الاقتصاد والاجتماع والسياسة ذات الفائدة لكلانا. تحدثنا مطولا عن الأزمات والوضع في الشرق الأوسط وأيضا في الحالية في أوروبا، ونعتقد أن تعميق الحوار في كل القضايا سواء اقتصادية اجتماعية أو سياسية في مثل الهجرة والتحديات جماعاً ستزيد من تعاوننا في التعامل مع مشاكل مثل بناء القدرات ومحاربة الهجرة غير الشرعية. أن أعبر عن تقديري لك مباشرة لكل أصدقائك وكل زملائك وكل المساهمين المقدمين في هذا الزخم للحصول على علاقات أكثر تأثيرا وأكثر فعالية. هناك الكثير من الأشياء التي علينا أن نستمر العمل عليها، ونحن سعداء للمحافظة على هذا المستوى من التفاهم والالتزام والتعامل، ونعتقد أن هذا هو في أفضل مصلحة لنا وأيضا لمصلحة الاتحاد الأوروبي، وأنتم شريك معتمد وتقرون أن العلاقات مبنية على الاحترام والمنفعة المتبادلة، وسنستمر في المضي قدما في ذلك في تحقيق شراكة مستدامة وفعالة للتعامل مع الأزمات المشتركة للحصول على منفعة للمساهمة في بيئة أفضل في قضايا مختلفة لتعزيز العلاقات على الصعيد الشعب وصعيد العلاقات. سيد المفوض معك الكلمة، شكرا جزيلا لكم. أريد أيضا أن أشكر سيد شكري هنا في بروكسل، وكما سمعنا الخطابين نحن نبدأ عصر ذهبي من علاقات مصر والاتحاد الأوروبي، وأعتقد أن مصر أثبتت أن كونها شريك ثابت ويعتمد عليه بالفعل في المنطقة، والتي منطقة تواجه الكثير من التحديات، وفي هذه العلاقة أيضا تحتوي الكثير على الفرص. فرص لدينا ناقشناها وفرص اتفقنا عليها لتعميقها واستخدامها
والاستمتاع واستغلالها على الأكمل. اتفقنا أن في الوقت الحالي المنطقة الأزمات في المنطقة كبيرة وحاسمة للغاية. نحن مقتنعين أن ازدهار واستقرار وسلام مصر هو أهم شيء لأوروبا، وأنا مسرور لرؤية ذلك. أننا نساهم ليس فقط في ذلك، ولكن لبناء معا شيء حتى أكثر ثباتا. ومن خلال تعاوننا في آخر عدة سنوات وضعنا أساس المرحلة الجديدة لشراكتنا وشراكة العميقة والشاملة التي نأمل توقيعها سريعا جدا جدا مع مصر. والآن نتحدث عن الآن، وزير شكري ذكر بالفعل أننا تناولنا الكثير من القضايا. أريد فقط أن أذكر بعضا من العناوين التي تناولناها. ناقشنا نجاح خطة الاقتصاد وهي استثمار 9 مليار دولار في مصر في الغذاء والطاقة ولأي اقتصاد مستدام. ونحن فخورون للغاية أن من ضمن 9 مليار دولار التي خصصناها بالفعل قمنا بتخصيص 5.5 مليار للاستثمار في مصر. وإذا نظرنا للوقت المستخدم، هذه جيدة، نتيجة جيدة جدا من منذ 2021، ونحن الآن في بداية 2024، وهذا بالفعل يشجعنا للعمل بجد أكبر لإنهاء كل الاستثمارات في خطة الاستثمارات الاقتصادية. وأيضا هذا يتبع أن علاقات الاقتصادية والاستثمارات كبيرة، والمؤتمرات في مصر في هذا الفصل ليس فقط توفر فرص مشتركة لتعزيز الاقتصاد، ولكن أيضا تولد فائدة كبيرة. وهذا ما نتطلع لرفعه في بتوقعات كبيرة، لأن الاتحاد الأوروبي طور من نفسه لأن يكون المستثمر الأول في مصر. شركات الاتحاد الأوروبي استثمرت 32 من التمويل مخزون التمويل المباشر في مصر، لكن نحن ليس فقط متواجدون، ولكن أيضا نقدم جزء كبير من محرك الاقتصاد في مصر. ونحن أيضا فخورين أن نكون أول شريك تجاري لمصر ب70% من التجارة التي تقوم بها مصر. وأيضا ناقشنا الطاقة والعلاقات الثلاثية بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل، فذكرت التفاهم التي أوصلت دفعة كبيرة جدا من الطاقة لأوروبا، وهذا ساعد أوروبا لتنويع طرق من العثور على طرق أخرى من الغاز الروسي بالنسبة لمستلزمات الغاز. أعتقد هذا نجاح آخر بالفعل بدأنا العمل عليه، وهذا أيضا حقق منافع مباشرة للمواطن الأوروبي. أيضا ناقشنا المستقبل بتعاوننا في مجال الطاقة، التي سأقول هو أحد أكبر الاحتمال القوى في مصر، لأن مصر تستطيع أن تصبح ليس فقط مزود معتمد للغاز، ولكن أيضا مصدر معتمد عليه للطاقة المتجددة. لهذا السبب نحن أكدنا من جانبنا على أهمية القرارات التي اتخذناها لإعطاء
لبدء المشروع ولبدء المنفعة المتبادلة لمشروع غريكي، وهو كابل عميق للكهرباء بين مصر وأوروبا، وهذا سينشئ فرصة عمل وأيضا فرصة تمويل كبيرة لهذا المشروع. نحن نرى أن هذا المشروع سيكون الأول من نوعه مع مصر، ولكن أيضا على المنطقة الأكبر. نحن متشاركون مع تونس في هذا الاستثمار من هذا النوع مع جورجيا، لكن الإمكانيات التي لمصر هي من الصعب تلبيتها. لذا نحن متحمسون جدا ليس فقط للعمل على هذا المشروع، ولكن العمل على مثيله أيضا. وأيضا تحدثنا عن الهجرة وكنا نتعاون عن كثب جدا، وضاعفنا جهودنا، ونحن يجب أن نثمن بالعمل الكبير الذي قامت به مصر على قدم وساق. وهذا لم يبدأ فقط البارحة، ولكن كان معنا منذ بدأ معنا منذ الحرب في سوريا. ومصر هي مستضيفة لمجتمع كبير من اللاجئين، ليس فقط، وهذا شيء يتحدث عنه فقط القليل، ولكن أتمنى أن يعلم أكثر المزيد عن هذا الأمر. لذا سنعمل أكثر عن هذا الأمر، وما نعمل عليه أيضا هو حماية الحدود ومكافحة المهربين. وأيضا نريد أيضا العمل، ليس فقط العمل، ولكن على رفع دعم زيادة عملنا. ومن المهم أن نرى أن أول وأحد استثمارات أكبر استثمارات في حماية الحدود في طريقها من فرنسا إلى مصر، وبالفعل هذا يحقق يوصل هذا التعاون للجميع وجعله ظاهر. هذه فقط العناوين الرئيسية على ما نعمل عليها. أعتقد من السهل أن نرى لماذا نحتاج أن نمضي قدما للمستوى التالي، وهو علاقة مخصصة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي شراكة نريد أن ننشئها قريبا جدا جدا. نأمل أن الشهر القادم نأمل أن نحصل على الأضواء الخضراء من كل أعضائنا أعضاء الدول، ونبدأ بالتنفيذ والتوقيع قريبا. بالطبع هذا التعاون سيبنى على قواعد قوية من المنفعة المتبادلة، العلاقات السياسية، الاستقرار الاقتصادي، الاستثمار والسياسة، التنقل والرأسمال الأمني. فقط هذه هي القطاعات الرئيسية. أريد أن أؤكد على السيد على مرازير شكري لسبب وجودنا هنا، هو لإنشاء الشراكة على تأسيس قوي ولتناول التحديات الكبرى، لأننا نريد أن تكون مصر على جانبنا في تحدياتنا الأكبر. شكرا جزيلا لكم. والآن سنأخذ عدة أسئلة، وسأبدأ بزملائنا من مصر إذا لم تمانعوا. والكلمة الآن لعزت، من فضلك. مساء الخير عزة إبراهيم بالأهرام بوكالة الأهرام. أولا بالنيابة عن المصريين ووفد الصحافة لبروكسل، أريد أن أشكركم جميعا سيد بريل لاستضافتكم هنا اليوم في لحظات حاسمة كهذه في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. كما قال السيد المفوض، هذه بداية العصر الذهبي للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. أولا لدي سؤالين للسيد بريل، أخذا بالاعتبار ما ذكرته
ما ذكرته عن البعد أو التأثير البعيد على لحرب روسيا وأوكرانيا على مصر. هل أعطيتنا المزيد من التفاصيل عن تصورك لمصر كشريك استراتيجي وكيف تغيرت هذه الرؤية في أو تطورت في آخر بضعة أعوام؟ سؤال ثاني له علاقة بالوضع في غزة، وهناك تحول في الموقف الأوروبي بالنسبة للوضع الإنساني والسياسي في غزة مؤخرا. سؤالي لك، ها كيف نتحرك إجماعا لتنفيذ حل الدولتين بطريقة عملية كما ذكرت البارحة في المؤتمر الصحفي وفي بيانك المؤخر، بدلا عن التحدث عن إجراءات أو عملية السلام؟ تضيع الوقت بهذا الكلام. آخر سؤال للسيد الوزير شكري، الأوروبيين والمصر لديهم نفس الرؤية من الاستقرار في الشرق الأوسط، ما الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقوية هذا النهج ومنع تدهور الأزمة في المنطقة؟ شكرا جزيلا لك. سنبدأ ب HR بليكي كما تحب، لكن أنا متأكد أن الوزير لديه الكثير ليقوله في هذا، ولكن في بناء السلام في الشرق الأوسط مصر ليست شريك استراتيجي ولكن فاعل استراتيجي لنفسه، لا يمكن أن يتم فعله بدون مشاركة مصر واتفاقها. فهي كانت فاعلة في بناء السلام مع إسرائيل بعد سنوات عديدة من الحرب في إسرائيل، وهي تدعم وتوفر الدعم غزة، ولكن ليس فقط السماح، ليس فقط تسمح لعبور الدعم ولكن تقدم الدعم. دعني أعبر عن مدى أهمية الدعم التي تقدموه، ولكن نحن ندعمهم ولكن أنتم تدعمون بشكل مباشر. وفي أي عمليات في بناء السلام مصر عليها أن تلعب دورا استراتيجيا في العالم العربي وأيضا في العالم الإسلامي وفي مع علاقاتها معنا بنا. وكما ناقشنا البارحة، بدأنا مناقشة البارحة، هذا يجب أن يستمر، وأعلم أنكم تعملون من جانبكم على تقديم الأفكار التي مستعدون لمشاركتها والعمل عليها معا. وما أقوله أننا أريد أن أتحدث عن تنفيذ حل الدولتين وعملية السلام، لأن من السهل الاتفاق على السلام نظريا. لا نقول أن إسرائيل لا تريد السلام، ولكن سمعت الكثير من، لكن عادة يريد الناس السلام، لكن ما نوع السلام إذن؟ وأعتقد أن إطلاق الأسماء على الأشياء هو طريقة من التقدم، طريقة التقدم. يجب أن نطلق الأسماء ونعين أسماء بشكل واضح. جميع أعضاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ناقشنا بوضوح البارحة أنهم يعتبرون أن حل الدولتين هي طريقة لتحقيق السلام، لذا دعونا نتحدث عن الهدف وبدء العجلة السياسية والتحدث بواقعية عن تنفيذ حل الدولتين. لكن سنستمر في العمل على هذا الموضوع. وشيء واحد واضح بالنسبة لي بإمكاننا نقوله في طرق عدة، ولكن إسرائيل لا تستطيع، ليس لديها حق الفيتو لحق تقرير ذات عن الفلسطينيين، ليس لديها حق الفيتو في الأمم المتحدة. الأمم المتحدة أقرت حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولا يوجد أحد يمكن أن ينقض ذلك.
فقط للرد مباشرة على السؤال المتعلق بدور بتحفظ وتعزيز السلام في المنطقة والأمن في السلام، التواصل بين مصر والاتحاد الأوروبي 2000 بالدول المؤثرة والفاعلة المتعلق بالمنطقة، ولكن أيضا الاتصال بين الجانبين مصر والاتحاد الأوروبي. أعتقد هذا قرر واعترف بالتأثير المباشر لمصر على ما يحدث في أوروبا، وما يحدث في أوروبا لديه تأثير مباشر على مصر سواء في الشرق الأوسط أو أفريقيا. لذا هل هذا السبب هي مجهودات مشتركة نعمل حتى نعمل معا للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقيمنا المشتركة في قدر استطاعتنا لتأثير على المواقف إيجابيا لصلاحة الشعوب ولمصلحة الشعوب في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وإيجاد وإيجاد آليات لفعل ذلك كما تم التحدث عنه كثيرا في مناقشة عدة لتعزيز قدرة مصر في تأثير المصريين المجتمع المصري ورفع والتعامل وحل المشكلات الاقتصادية والازدهار الشعوب. كل هذا يزدهر في حفظ السلام والأمن في المنطقة، ونفس الشيء ينطبق على دور مصر بتعاونها وتنسيقها مع أعضاء المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لتناول التحديات في مختلف القضايا. لذا معا حشد المصادر that is beneficial to both sides. Thank you.